تامي، يعني احنا لسه كنا بنتكلم عن شريف، تغير واضح جدا جدا في، يعني انت كنت بتتكلم بتقول احنا كلنا اتكلمنا على الجامب، انا برضو ما بقارنوش برونالدو يا جماعه معلش عشان انا كلامي بيتاخد انا عارف انا بس، لكن انا شفت الجامب اللي عمله في اخر ماتش مختلف. انت بتقول لي دايما شريف كان بيتمرن بشكل منفرد بناء على يعني نصايح منك يعني ومن الجهاز الفني من الجهاز كله، يعني شريف بيجيب اجوان يعمل كده ليه؟ ده الدرس الثاني اللي عايزين نعلمه للناس، ان انا بجيب اجوان وبعمل ولكن انا بطور من نفسي اكتر. اه طبعا، وده طموح اللعيب اللي عاوز يروح لليفل اعلى او عاوز يروح لمستوى احسن او بيحاول يطور نفسه يعني. فشريف من اللعيبه اللي كده يعني، شريف عنده طموح كبير جدا وعنده امكانيات وقدرات تاهله اللي هو يلعب في اي فرق في اوروبا دلوقتي يعني. لكن الحاجات دي مش هتيجي كده، هتيجي بتعب، هتيجي باصرار، هتيجي بتدريبات، هتيجي باخلاص، هتيجي ازاي تحافظ على نفسك وعلى اكلك، ويمكن حاجات من الحاجات دي اللي هو بيشتغل عليها كلها كل الاجد. لانك انت لو قدرت تقدر تعمل الحاجات دي هتقدر توصل لمرحله كبيره. ممكن عندنا امثله كبيره يعني، محمد صلاح من اللعيبه اللي ادى الطموح لكل اللعيبه الموجوده دلوقتي اللي هي يروح لنفس الليفل اللي هو بيلعب عليه. واحد من افضل 3 لعيبه موجودين في العالم دلوقتي يعني. فهو شريف قادر ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت اللي يروح للليفل دوت يقدر يساعد النادي الاهلي الفتره اللي هو موجود فيها ببطولات واهداف وانجازات كبيره للنادي ولنفسه وحاجات شخصيه لنفسه والمنتخب مصر برده، لانه بقى من اللعيبه برده المؤثره في منتخب مصر. فبقول له كمل واستمر على الحاجات ديت واستمر على الطموح دوت، وان شاء الله احنا دايما في ظهرك وان شاء الله نساعدك في اي حاجه تقدر توصلك للي انت عاوزه ان شاء الله. شريف النقله دي تجنن اي حد يعني. يعني انا بلعب في نادي امبي، طبعا نادي امبي نادي كبير ونادي محترم وكل حاجه، ولكن الجماهيريه مختلفه، البطولات مختلفه، الضغط مختلف. انت لعبت من اول ماتش تقريبا او من تاني ماتش جبت جوان وقعدت احتياطي، وبعدين رجعت تلعب تاني جبت جوان، وبعدين قعدت احتياطي تالت وبعدين جبت جوان. دلوقتي الناس كلها جمهور النادي الاهلي كله بيقول محمد شريف، النقله بقى دي ما بين امبي وما بين النادي الاهلي في ظل ان هنا ما فيش جماهير ما فيش ضغط ما فيش اي حاجه، ولكن على الجانب الاخر النادي الاهلي في حته تانية. دي النقله دي بتغير من طباع كل الناس، ولكن لما باجي اسال كل الناس بتقولي شريف زي ما هو ما اتغيرش. يمكن انا لما رحت النادي الاهلي كان عندي 21 سنه، كنت صغير شويه، يمكن انا كنت مخضوض شويه في الاول يعني. بالنسبه لي قبل النادي الاهلي بالظبط، بالنسبه لي النادي الاهلي نادي كبير، فاللي انت تبقى موجود وانت صغير في السن، فبالنسبه لي كانت في رهبه شويه في الاول. يمكن انا ما لعبتش كتير الفتره الاولانيه، بس انا كنت لما كنت بلعب الفتره الاولانيه كنت بلعب عدد دقايق صغير بس كنت ببقى كويس فيه. يمكن الفترة اللي انا كنت موجود فيها الاولانية كانت الظروف مش مساعدة شريف، مش مساعدة التيم. كان خرجنا من افريقيا 3 مرات او مرتين ورا بعض غالبا، فكانت الظروف كانت صعبة بالنسبة لي. فجت عليا فترة لما مستر رسارت جه ما بقتش بلعب خالص، فقررت ان انا اطلع العب سنة في اي نادي بره. فيمكن السنه بتاعت ام بي دي تقلتني اكتر وفرقت معايا جدا يعني على المستوى الشخصي بس. فاشتغلت الحمد لله وربنا كرم ووفق. يمكن انا اصلا كنت بلعب وينج، بس كابتن حلمي طولان غير توظيفي في ام بي، لعبت مهاجم، اشتغلت عليها والحمد لله ربنا كرم فيها. وانا حافظ المكان ده لان انا كنت في وادي دجله بلعبه، يعني بلعبه ماتشات قليله جدا بس كنت حافظ البوزيشن ده. فالحمد لله ربنا كرم وقدرت ارجع النادي الاهلي تاني. يمكن لما رجعت النادي الاهلي كنت الحمد لله بدات كويس وكنت ماشي كويس جدا. جت فتره قعدت فيها اشتغلت على نفسي ولحد ما قدرت ارجع تاني يعني الحمد لله. اهداف كتيره، انا زي ما بقول لك، انا عايز اوصل للنقطه دي. انت ما اتغيرتش ليه؟ يعني دايما الناس بتقول ان لما شهره وكل حاجه وبطولات ونادي الاهلي الناس بتقول يعني شريف زي ما هو. كل ما بسال حد الناس كلها بتقول لي شريف زي ما هو. يا كابتن، ما انت لسه ما عملتش حاجه عشان تتغير. ما انت لسه يعتبر ما كملتش اول موسم ليك في النادي، وانت لسه قدامك كتير. اهم حاجه الاستمراريه، مش اللي انت تلعب موسم وخلاص تختفي. فانا فعلا لسه ما عملتش حاجه للنادي، فلسه زي ما انا، والماتش الجاي هنزل اموت نفسي فيه وابقى عايز اجيب جون واثنين وثلاثه. ده بجد طبعا. طيب كهربا شغل الشغل ايه؟ حركه كده فنان وبتاع.
هو الفنان. هو لا الكاتب الكاتب لا والله الكبير بتاعنا. انا بالك مش اكبر منك كتير. لا ما انا بقول حاجة اخونا والله. هو كابتن سامي يعني مثلا سنه قريب من قفشه. صح هو على طول بيقول قفشه كده. لما اشوفه بيقول له بيقول لي عم مجدي. مجدي بس عم مجدي عامل شغل جامد. لا عسل مفيش حد بيعمل لك ده بيعمل لك ثرو باسز كتير قوي. اكتر واحد عمل له اسيست اكتر واحد يعني قفشه بس هو امبارح برده ما سابوش. من من الناس اللي اثرت برده في اداء شريف قفشه من اللعيبه طبعا مؤثره جدا في النادي. من الشخصيات كمان الجميله تحب تتعامل معاها. متواضع جدا بيتقبل اي نصيحه. اي نصيحه تقولها له يسمعها كويس ويفكر فيها ويستوعبها كويس ويبدا ينفذها. فاعتقد من الناس اللي ساعدت شريف جدا يعني. وهم عاملين ثنائي مميز جدا يعني في التحركات وفي فاهمين بعض كويس. ان شاء الله الفتره اللي جايه يكونوا احسن واحسن ان شاء الله.